انفل انت. انا شو انت؟ وليش قالب وجهك؟ انت اللي سرقت الختم. غلطان يا شاكر. ياي شو غلطان. صحيح غلطان ومعقول يا شاكر. راحوا الناس من الساحة، مين بقي بالآخر؟ نسم الهوى والهوى بنعس، والكرسي بتنعس، وضلت هالمعاملات وغف الويلة على الكرسي. أو لك حدا ختم عنه وكان لاطي خلف الكرسي ومعاملة ليلى، مين اللي أخدها وردها ممضية؟ رنفل أنت. وشاكر المسكين مين خزق له معاملته؟ مين عدوك يا شاكر؟ رنفل أنت. صوتك وجهك عينيك بدلوا عليك بقولوا أنت. يا زيدون مستشار، يا زيدون مستشار. ليش سرقت الختم؟ يا مولانا المستشار عم بيقولوا عنك. مش وقتها، بدنا نعرف هلأ شو عم بيقولوا عنك. أنا؟ شو؟ يا قايد روح خبر مولانا أنه مسكنا بنت وقعت عليها الشبهة. من هي؟ أنت ليش سرقت الختم؟ أنا الحمامة البيضة اللي بودوها عالسطوح. هيدا شو، نكران أو اعتراف؟ بنت شعرة شعرة مجدة البيتة بأول الطلعة فوق الفرن بتسلم عليك. قلالك مش وقتها، يا إما بتعترفي يا إما في حبس. مسكين يا رنفل، يا زهرة مالي حاورة، أنت بيضة مثل الثلج. يا زيدون المستشار، هيدا عم تاخدك وجيبك، هي اللي أخدت الختم. سمعت شو قال شاكر؟ انت بتصدق شاكر؟ بغش بالبضاعة، بغش بالفرعة، ما عمره خلص على الوقت. شاكر هو والكذب ربيو سوا. شوف يا رنفل، خبريني إلي وقعتك معي بسيطة، لكن إذا استلموك هني ما حدا بخلصي. علمني شو بدي قول. أنا بدي علمك، بتعلمي 10 متلي. قوليلي انت سرقتي الختم؟ انا؟ لا لا لا. هلا جاي الوالي. ولشو تعذبه؟ بدي اعرف شو راح تقولي له. لا شفت الختم ولا مسكته؟ لا لا لا. غيري بدلي. انا ما بغير بكلامي. لا لا لا.